يلا نبدأ أول وصفاتنا مع البريوش. يلا بينا نقول المقادير وبعد كده نعرف الطريقة. عندنا كيلو من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدام، يفضل يكون نوعية كويسة علشان يدينا نتيجة كويسة، طبعا نخلينه. كوباية من الزبادي، مش علبة من الزبادي، كوباية يعني كوب معياري أو الكوباية اللي هنعاير بيها كل المقادير بتاعتنا، هتبقى هي كوباية واحدة. تمام. كوباية لبن، طبعا لبن دافي، نص كوباية سكر، نص كوباية من الزيت، نص كوباية من اللبن الباودر، وعندنا كمان معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الخل، وبيضة، وأبيض بيضة، وصفار البيضة التانية هنخليها علشان ندهن بيه الوش. عندنا كمان رشة من الملح، وهنحتاج بقى بيض مسلوق، العدد طبعا اللي انت حباه، هنلونه بألوان صحية بتيجي من محلات خامات مستلزمات الحلواني، وهنلونها الألوان اللي احنا حابينها والعدد اللي احنا حابينه. دي كانت مقادير البريوش، وتعالوا بينا بقى علشان نشوف. ما قلناش دهان الوش، دهان الوش هيبقى صفار البيضة اللي احنا حجزناه من العجينة، ورشة من القهوة سريعة الذوبان، ومعلقتين كبار من اللبن علشان نخف بيهم قوام البيض. ويلا بينا بقى علشان نشتغل ونعمل بريوش مع بعض. المقادير سهلة وبسيطة والنتيجة حلوة جدا. في العجان او على ايدينا زي ما متوفر عندنا او زي ما بنحب، هنبتدي بقى ناخد الدقيق بتاعنا وننزله في العجان. بسم الله. ايه دي العجان وايه دي الدقيق. كل ما كان نوعية الدقيق كويسة كل ما هتدينا نتيجة حلوة قوي. ومنخول طبعا، هحط عليه كل المكونات الجافة اللي عندنا اللي هي عبارة عن لبن بودر. تمام. نقدر نستغنى عنه لو مش متوفر. تمام. في حاجات نقدر نستغنى عنها وحاجات طبعا لا. يبقى حطينا نص كوباية من اللبن البودر، ودي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وعندنا نص كوباية من السكر، ومعلقة كبيرة من البيكنج بودر. كل دي المواد الجافة اللي عندنا، فاضل معانا بس ذرة الملح. هنحط على كيلو الدقيق حوالي نص معلقة صغيرة. يلا بقى وهنلف الحاجات دي مع بعض ونقلبهم مع بعض كويس. بسم الله. اما كل مكوناتنا تختلط مع بعض، دي المكونات الجافة اختلطت مع بعض، تعالوا بينا بقى نحط المكونات السائلة. هنحط الزبادي اللي هي كوباية من الزبادي، هنجيب حاجة ننزل بيها الباقي. بسم الله. تمام. وادي بياض البيضة اللي احنا شلنا الصفار بتاعه عشان ندهن بيه الوش، وعندنا كمان بيضة كاملة، ومعلقة كبيرة من الخل. والخل هنا هيعمل نفس عمل المحسن بتاع المخبوزات، هيخلي العجينة بتاعتنا هشة، وكمان هيفتح من لونها ويقلل لنا من زفارة البيض اللي موجود في العجينة. تمام كده. فاضل معانا الزيت، هضيف الزيت وابتدي اعجن، وخلي معايا اللبن هنزل بيه حبة بحبة لغاية ما الاقي العجينة بتاعتي اخدت القوام اللي انا عايزاه، اللي هو يكون قوام لين الى حد ما، مش عايزينها عجينة ناشفة ولا جامدة. تمام. يلا بينا بقى نعجن ده مع بعضه. وهنبتدي نضيف اللبن بتاعنا حبة بحبة. يبقى معانا تليفون. طيب اوكي. يلا ازيك يا نجلاء؟ الو. السلام عليكم يا فندم. اهلا وسهلا. ازيك يا نجلاء؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. إيه؟ تمام زي الفل. وانت طيبه يا روحي، وانت طيبه، كل مشاهدينا في كل مكان في العالم بخير. ربنا يخليكي يا الله يخليكي. لو سمحتي يا حبيبتي بس بسال على الفطير المشلتت. ايوه. ايه سؤالك؟
عايزه اعرف بس طريقته. حاضر، بس كده عينيا الاثنين. حالا تسلمي، الفطير المشلتت عينيا. حاضر، تعالوا نكمل بس عجين البريوش بتاعنا. هنفضل نحط اللبن حبه بحبه لغايه ما الاقي العجينه لمت واخدت قوام لين. طيب افرض احتجت اكتر من كميه اللبن، هنزود لبن او ميه المتوفر عندنا. ممكن عشان كده بقول لكم حطوا حبه بحبه، ممكن العجينه دي او الدقيق ده ما ياخدش كل كميه اللبن، فيبقى اللبن في ايدينا احنا اللي نتحكم فيه ونظبط العجينه بمزاجنا. تمام، هنكمل عجن. هنزل بس الجوانب كده وشوف الدنيا عامله ايه. تمام، هنحط بقيه اللبن ونكمل عجن. تمام، بس هخلي العجن دلوقتي علشان هناخد فيه وقت، هتعجني مده ما تقلش عن 10 دقائق علشان تاخدي نتيجه كويسه، هبقى عجنهم في الفاصل بقى علشان الوقت بتاع البرنامج. وتعالوا بينا بقى بعد ما العجينه بتتعجن كويس جدا، وده من اهم اسباب نجاح اي معجنات انك تعجنيها كويس جدا. كمان القوام بتاعها لازم تكون عجينه لينه علشان تبقى هشه معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هبتدي ادخل الفرن عشان يستوي قبل ما نبتدي التشكيل. تمام، ادي البيض اللي احنا لوناه، هنحطه في العجينه بالشكل ده وهندخله فرن طبعا بعد ما ندهنه بدهان الوش اللي عندنا اللي هو صفار البيضه اللي احنا حجزناها من العجينه ورشه القهوه سريعه الذوبان ومعلقتين اللبن. هنربهم مع بعض كويس جدا وندهن بيهم الوش بالشكل ده. تقدري تحطي بيض مسلوق، كمان تقدري تحطي على الوش سكر، يكون سكر خشن. تمام، علشان يبقى للتحليه. ممكن كمان تحطي نقول ايه زبيب، ممكن تحطي كريز على الوش في التزيين. يبقى هنعمل شويه كده بالسكر وشويه هيكونوا بالبيض. احنا دهنين الوش كويس ومتخمره العجينه اهو معانا كويس جدا. ومعانا ناني، اهلا وسهلا. الو الو، اهلا وسهلا، ازيك يا ناني؟ عامله ايه؟ ازيكي يا شيخه؟ الله يخليكي حبيبتي، اهلا وسهلا. كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه. ميرسي ميرسي يا حبيبه قلبي، كلك ذوق والله. بحب اولادك يا رب. امين يا رب حبيبه قلبي، تسلمي لي. الله يخليكي. شيف، عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. في بهارات جايه لي من بره، يعني من دول عربيه. تمام. مكتوب على البهارات بهارات حلو ناعم. عارفه دي بتاعت ايه؟ دي كبابه صيني. دي حلوه جدا. كبابه صيني، احنا عندنا هنا في مصر بنسميها كبابه صيني، هما في الخليج بيسموها البهار الحلو. هي حلوه جدا على اللحوم والفراخ، حلوه قوي، ما تكتريش بس. تمام، هي حلوه جدا جدا. عارفه هي ميكس كده ما بين الفلفل الاسود وجوز الطيب، يعني تديكي كده طعم حلو قوي. واحطها على الحاجات دي؟ طبعا حطيها في تتبيله اللحوم والفراخ، هتديكي نتيجه حلوه جدا. شكرا جدا. الف هنا حبيبه قلبي. كده على الشاشه. ميرسي يا روحي، نورتيني واسعدتيني باتصالك. يلا بينا ندخل البريوش بتاعنا يستوي على بال ما نشوف احنا عملناه ازاي. هنسوي زي ما اتعودنا ان كل معجناتنا لازم يكون الفرن شغال من قبل ما نبدا مش اقل من ربع ساعه عشان يبقى سخن جدا. كمان هنسوي على درجه حراره 200 على الرف القريب من الارضيه بتاعه الفرن او على ارضيه الفرن مباشره، ده على حسب فرنك. في ناس فرنها بيبقى حامي جدا ممكن يحرق المخبوزات، فتحط الشبكه زي ما احنا حاطينها كده قريب من الارضيه. تمام، ومعانا مدام شيرين، اهلا وسهلا. يلا ونحط كمان واحده، خط قطع. طيب حاولي تتصلي بينا تاني حبيبه قلبي. وادي واحده الناحيه دي كمان. طبعا لما المعجنات بتاعتنا بتاخد لون ذهبي من تحت بنبتدي نطفي تحت ونشغل الشوايه بتاعتنا علشان تاخد لون من فوق، وهنركن دي دلوقتي لما التانيين يطلعوا من الفرن. ويلا بينا بقى بعد ما العجينه بتاعتنا نعجنها كويس قوي قوي، هنغطيها ونسيبها في مكان دافي علشان تخمر ونبتدي بقى نشكلها. طيب نطلع فاصل ونرجع نشكل العجينه بتاعتنا، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم.
رجعنا لكم تاني. يلا بينا بقى نشكل البريوش اللي احنا عملناه، وبعد ما عجناه فتره كافيه خمرناه، تمام؟ هنبتدي بقى نشكله. تشكيلات كتيره جدا للبريوش، تقدري تعملي الشكل اللي انت حباه. انا ببص على اللي في الفرن اخباره ايه. هبتدي اكور كده كور صغيره، تمام؟ الخميرة عليها عامل كبير جدا جدا في نجاح أي معجنات، تمام؟ فلو الخميرة كويسة هتخلي معاكي المعجنات بتاعتك هشة. واحنا بنضيف هنا كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، بحيث ان هي تساعد برضو المعجنات بتاعتك في الفرن ان هي تقوم وتعلى بشكل أفضل، تمام؟ تعالوا بينا نبص على اللي في الفرن أخباره إيه؟ ومعانا مها. الله، بدأ ياخد لون حلو أهو. أنا هلف الصاج بتاعي علشان يبقى كله واخد نفس اللون. الو الو، مساء الخير. مساء الفل، اهلا وسهلا. لو سمحتي اعرف ليه الزيت بدل ال ها ليه الزيت بدل الزبده؟ هقول لك انا الفرق بين الزيت والزبده. حاضر. طب ممكن اعرف لو الزبده احط كام كيلو على الدقيق؟ كام كيلو على دقيق ايه؟ لو الزبده احط كام كيلو؟ هو كيلو دقيق. كيلو دقيق، طيب احط عليه الزبده قد ايه؟ هتحطي عليه نص كوبايه زبده، تمام؟ بس تمام. العجينة هتختلف، في الزيت بتبقى أخف شوية من الزبدة، تمام؟ وممكن بس كده. عدد المقادير؟ اه، عدد تاني؟ حاضر، هننزلها. ممكن أعرف نخمره إيه؟ ينفع نخمر العجينة دي في البخار؟ اه طبعا ينفع، بس احنا خلاص احنا دخلنا في الحر، ومجرد ان انت هتعجنيها وتسيبيها شويه هتلاقيها معاكي بقت خمرانه على طول، مش تاخد نص ساعه في التخمير. بس مفيش مشكله خالص انك انت تحطي حله فيها ميه سخنه بتطلع بخار في الفرن، تمام؟ وتكوني مدفيه الفرن كمان والعجينه فوق وحله البخار تحت، هتساعد ان العجينه تخمر معاكي اسرع وتديكي نتيجه كويسه، تمام؟ يبقى قلنا الفرق بين الزيت والزبده في العجينه، الزبده بتتقل العجينه شويه، تمام؟ وتعالوا بينا بقى نشكل اللي احنا عملناهم دول. اهم حاجه قوام العجينه في ايديكي يكون لين، كل ما كانت لينه كل ما هتبقى معاكي هشه في الخبز وهشه في الاكل، تبقى حلوه جدا. اه احنا عايزين نركز في الفرن شويه علشان ايه، خلاص كده قربوا يستووا. هنا برضو نلف البريوش بتاعنا علشان كله يبقى لون واحد. دايما كده في الفرن بتاعي هلاحظ ان في جنب ممكن ياخد لون قبل جنب، فعلشان كده نخلي بالنا ونركز معاه. لو جنب احمر نلف الصينيه علشان ايه يبقى كله واخد نفس التسويه. وهبتدي بقى اعمل ضفاير، تمام؟ كده بنبتدي ناخد من جوه ونطلع على بره. ومعانا مريم. اهلا مريم، ازيك؟ الو الو، ازيك يا مريم؟ عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا روحي، وانت طيبة يا رب. اتفضلي يا مريم. عايزة اعرف شربة السي فود. حاضر يا عينيا، اقول لك. حاضر. ضروري. حاضر. عينيا حالا. حاضر هقولها لك. الاول نقول الفطير المشلتت. الفطير المشلتت من الحاجات اللي هي عجينتها بسيطة جدا، ما فيهاش اي حاجة. هي عبارة عن دقيق، بس الدقيق لازم يكون دقيق قوي له عرق علشان يطلع معاكي الفطير كويس، تمام؟ هتطلبي سواء من فرن العيش الفينو، هتقول عايزه دقيق فينو كويس، يا اما من محل مستلزمات الحلواني برضه هتقول انا عايزه دقيق عشان اعمل بيه فطير بيبقى مختلف شويه له عرق كبير، تمام؟ عشان يطلع معاكي الفطير بمورق وحلو، تمام؟ وبعد كده تعالوا بس نشكل دي الاول. هما تلاتة اهم، هنعمل ضفيرة من تلاتة، هنشبك التلاتة مع بعض بالشكل ده، وهنبتدي ناخد الطرف اليمين نحطه في النص والشمال في النص وهكذا بالشكل ده كده، تمام؟ وفي الاخر هنشبك التلاتة مع بعض وهيبقى بالشكل ده. ضفيرة شكلها حلو، اظن كلنا اساتذة في الضفاير، تمام؟ ونحط بقى في صاج يكون مدهون او مفروش ورق زبده او سيليكون زي ما متوفر عندك. وادي البريوش ده بقى زي الفل اهو، شكله لطيف جدا. والتاني كمان حلو قوي.
زي الفل. وندخل دي كمان. المقادير نزلت معانا تاني على الهواء اهو. تمام، يبقى كده عملنا شكل ضفيره، وتعالوا نعمل شكل تاني. كنا اتسالنا على ايه؟ اتسالنا على الفطير، يبقى هنجيب الدقيق. طيب تمام، نخلص المقادير فعلا علشان نبقى مركزين. دي المقادير البريوش اللي احنا بنعمله، ظهر على الشاشه اهي. مقاديره سهله وبسيطه ونتيجته حلوه قوي. ده تشكيل تاني، هنفتح او نعمل الوحدة الكورة دي، هنفردها بالشكل ده. تمام، وبعدين ناخد الطرف ونبتدي نلفها كده. تمام، طبعا المقاس اللي انت حباه والحجم اللي انت حباه، ده صغير شوية، انا بفضل الحاجات الصغيرة افضل من الكبيرة، بحيث ان ياخد واحدة يخلصها وما يتبقاش منها حاجة. تمام، نرجع للفطير المشلتت. يبقى بنعجن الدقيق بتاعنا. هنحط له للكيلو دقيق معلقه سكر كبيره، ومعلقه ونص معلقه صغيره من الملح. وبعد كده هنعجن بميه عاديه خالص من الحنفيه. اعجني لغايه ما تبقى العجينه معاكي هنقول متوسطه الليونه، مش لينه قوي ومش ناشفه قوي. تمام، وبعد ما عجننا هنسيب العجينه بتاعتنا ترتاح. مجرد ان هي ترتاح هنسيبها نص ساعه ترتاح. تمام، وهنبتدي بعد كده نشكلها كور. تمام، قد البيضه. وبعدين هنبتدي نفرد كل كوره على الرخامه بتاعتنا، هنفردها نحطها في زيت ونبتدي نفردها، نفردها كويس جدا لغايه ما الرخامه تبقى باينه معانا من الفطيره من العجينه بتاعتنا. تمام، هندهن الوش ده بزبده وزيت او سمنه بلدي ونطبق، وكل ما نطبق هنحط من السمنه على خفيف خالص كده لغايه ما نطبقها خالص خالص خالص. تمام، تبقى ترجع تاني كوره زي ما كانت. تمام، هنركنها ونفرد واحده تانيه ونفس النظام بالظبط. وبعدين واحنا بنقفلها هنحط الكره الاولانيه جوه الكره التانيه ونقفل عليها، وهكذا. كل ما عايزه الفطيره بتاعتك اكبر، كل ما تحطي عدد كور اكتر جوه بعض لغايه ما تخلصي خالص. هتسيبي الكور بتاعتك بقى ترتاح، وبعد ما ترتاح هتفرديها في صينيه فرن مدهونه سمنه، وتفرديها كويس قوي وتدخليها فرن حامي جدا. الفطير في الفرن البارد بينشفه. تمام، على الرف برضو القريب من الارضيه، واول ما تلاقيها خدت لون ذهبي من تحت شغلي الشوايه فوق علشان تاخد لون من فوق، واخبزيهم. ممكن تخبزيهم كمان على الطاسه على البوتاجاز، هتبقى حلوه جدا. تمام كده، ده الفطير المشلتت. يلا بينا بقى نشكل دي كمان. برضو عملناها كده رول، وهنبتدي بقى ناخدها، ممكن ناخدهم عكس بعض كده، والناحيه الثانيه بالشكل ده. تمام جدا، طلع معانا كده حلو قوي. وهكذا هنقعد بقى نشكل اشكال كتير جدا. ممكن نعمل ضفيره من اتنين ونلفها حوالين بعضها، نعملها كده. تمام، ايه رايكم؟ طالع شكله حلو جدا. لما يبرد شويه هنبتدي نفتح واحده ونشوف شكلها ايه. ومعانا مدام شيرين. مساء الخير. مساء الفل، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا شيف؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيبه وسعيده. على حضرتك والاسره الكريمه بخير وسعاده. حبيبتي واياكي وجميع مشاهدينا يا رب بخير. طالبه من حضرتك طلب، انا ما لحقتش اكتب مقادير البريوش، ممكن تعيديها لي حضرتك؟ عينيا الاثنين، حاضر هقولها لك حالا. تمام، تسلمي، ربنا يخليكي يا رب. تسلمي لي يا مدام شيرين، نورتينا. حضرتك طيبه. وانتي طيبه يا حبيبتي وسعيده ان شاء الله. نقول المقادير تاني مع بعض. بصوا هنا، دي هتبقى ضفيره من اتنين بس كده، هنلفهم حوالين بعضيهم. المقادير كانت عباره عن كيلو دقيق، تمام، كوبايه من الزبادي، وعندنا كوبايه لبن، ونص كوبايه سكر، ونص كوبايه زيت، ونص كوبايه لبن بودر، ومعلقه كبيره من الخميره، ومعلقه كبيره من البيكنج بودر، ومعلقه كبيره خل، وبيضه وبياض بيضه، ورشة ملح. وعندنا طبعا للتزيين بيض مسلوق ملون. أظن ولا أسهل من كده، وإن شاء الله نتيجة هتبهركم وتعجبكم جدا. تمام، عشان ندهن الوش بقى بتاع البريوش، إحنا كنا شايلين صفار بيضة من المقدار، هنحط عليه رشة من القهوة سريعة الذوبان، وكمان معلقتين من اللبن،
عشان نخف القوام شويه، نخفقهم مع بعض كويس وندهن الوش. تقدري كمان تحطي على الوش ممكن شويه تعمليهم بالبيض المسلوق وشويه تحطي عليهم سكر او كريز ايا كان اللي انت عايزه تحطيه. تمام. ممكن على فكره العجينه دي نحشيها رنجه تبقى حلوه جدا برضو. هنفرد العجينه ونحط جواها رنجه ونحط كمان فلفل ونحط بصل اخضر ونقفلها كويس وندخلها الفرن هتبقى حلوه جدا. تمام. يلا نعمل شكل تاني عشان نحط فيه البيض. هنلفهم حلزونه على بعض بالشكل ده. تمام كده. نخلي الطرف لتحت وفي النص نحط بيضايه شكلها لذيذ جدا. تمام كده. يلا بقى هنطلع فاصل صغير ونرجع على طول علشان هنشوف هنعمل ايه تاني. اوعوا تروحوا في اي حته مستنياكم. رجعنا لكم تاني. خلاص شكلنا العجينة بتاعتنا وادي خليط صفار البيض مع اللبن ورشة القهوة. هنستنى بس المعجنات بتاعتنا تخمر وبعد كده ندهنها وندخلها الفرن زي ما انتوا شفتوا بالظبط وتطلع معانا بالنتيجة الجميلة دي. يلا كل سنة وانتم طيبين.